وهو يعلق على هذه المبادرة، نشاهد معا. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالسؤال حول مبادرة رئيس الوزراء التي طرحها بالأمس في مؤتمره الصحفي، لو نحن عايشين في جو طبيعي معافى، في نظام ديمقراطي فيه تشريعات بتصدر من المؤسسات التشريعية، هناك فصل بين التنفيذ والتشريع وما إلى ذلك، ما كان يكون في مشكلة في التداعي إلى مثل هذه الدعوة وهذا النداء من رئيس الوزراء وإعانته في مهمته. لكن التجربة العملية في السودان الآن للقوى السياسية كافة ولعملية الحوار الذي كانت تجري غير مشجعة لذلك، وفي أغلب ظني أن معظم القوى السياسية ذات الوزن وذات الشأن لن يكون لها موافقة ولن يكون لها قرار بالمشاركة، لأن النهايات غير معلومة وغير متفق عليها. لذلك في أي حوار لابد أن تكون واضحا فيما يتعلق بالأجندة. الأجندة هي نصف الطريق إلى الحل. يعني ما هي الأجندة؟ لماذا نجتمع؟ ما هي المبادرة؟ ومن هو المستفيد من هذه المبادرة؟ وكيف يمكن أن نستفيد منها؟ يعني الحد الأدنى من المطالب يكون واضح جدا وبارز في أجندة أي لقاء كهذا أو أي تناصر أو تعاون في قضية كهذه. المرجعيات مهمة جدا. يعني حسنا نحن الآن نتكلم عن شيء ولا يمكن أن تجري يعني 10 متفقين على أنه ما يسمى الوثيقة الدستورية هي الوثيقة الدستورية رقم 1 ولا 2 ولا 3 ولا 5. هنالك يعني ضياع كامل للمرجعية والسندية في هذه المسألة. وبالتالي يعني الحوار بالحول حوار طرشان كما يقال، ما في منه فائدة. إذا رئيس الوزراء عايز تجاوب صحيح وجاد وفاعل، فهذا يعتمد على المصداقية التي يمكن أن يحصلها من الجمهور السياسي ومن القوى السياسية المختلفة. وفي هذه المسألة لن يستطيع أن يعمل وحده، ولابد أن تكون هذه المصداقية ممتدة إلى أجهزة أخرى وإلى شخصيات أخرى مهمة في التركيبة السياسية الحاكمة الآن في السودان. بمجمل هذه الأشياء أنا ليس متفائلا حقا من المبادرة بشكلها الحالي، وهناك الكثير من الجهد الذي ينبغي أن يبذل قبل أن تحصل موافقة كبيرة على مثل هذا العمل.